ستينات اربعينات خمسينات، بان دايما بيحتفظوا بشعرهم طويل شويه، ما بيشيلوش خالص كده الحلقه الزعطه دي، مفيش زعطه الجيش دي، بيسيبوه كده. وكانوا بيمتازوا كلهم ان شعرهم حلو واسود وجميل. يعني نتكلم على رمزي، نتكلم على بس دي حقبة يحيى بعدها. شاهين، يعني احنا نتكلم على احمد مظهر. لا انت بتتكلمي على حقبة بعدها. بعد الحقبة ايه؟ الحقبة بتاعت شاهين وفريد شوقي، كانت الراجل عماد حمدي. وعماد حمدي كان الراجل كمان بيمتاز بكرشه. يعني لو تاخدي بالك فريد شوقي كان مش كرش كرش، بس كان ممتلئ في المنطقة دي. لا لا يا شيخ، ده اول ما طلع كان عود. لا ماشي في الاول، بس رايح شويه كده يعني الدنيا رايح بقى. لا انت بتتكلمي بتتكلمي في السن، لا لكن لا لا في الاول كان فعلا، لا لا كان بيبقى حجمه، كان الكرش مش بعيد ساعتها. كان الراجل مش كان كرش، لما يبقى هم كانوا مربعين، كانوا يعني رجاله طول بعرض، انت طول فاهمه؟ بعرض ايوه، ما كانش مسلوع، ما كانوش رفيعين، يعني ما كانش من صفات النجم ان هو يبقى رفيع حسين ابو او بكر معضل يعني، وقد او كده، معضل او محمد شوقي اللي هم في المسرح، اللي ما يبقاش رفيع كده ملوش لازمه، لا ولا اسود كده جربان، ولا لا لا لازم يبقى طول بعرض عند المنكبين، شعر اسود ناعم، مش ناعم. لا لا مش لازم ناعم. لا عماد حمدي ما كانش شعره ناعم، بس كان بيصرحوا ويهذبوا الورق، بس مش كان شغلنا يعني. فازلين. يعني كان في جين وكان في كاركتر. الجين جين بمعنى الكلمه. دلوقتي ممكن يبقى نجم وكاركتر. صح صح، لا ويطلع يتحب عادي. لا بس هما شكل الراجل زي ما انتم بتقولوا كان عريض المنكبين، ما تقوليش كرش، وكان عنده منطقة ممتلئة هنا وما كانش بعيبه. يعني دلوقتي لو جينا شفنا شكل الراجل النهاردة مختلف، زمان ده كان بيبقى بلس. الراجل لما يبقى ممتلئ دي يدل على الرجولة، ويدل على العز، ويدل على القوة، يعني ما كانش بيبقى عيب. لأنه بعد كده لما هنخش في المرحلة اللي انت كنت بتتكلمي فيها، شكل الراجل اختلف. اللي هو امتى؟ أيام بقى أحمد مظهر، وايام بقى رشدي اباظه. احمد مظهر كان مثلث، كله بقى بدا بقى يبقى رفيع، المنطقه دي لازم تبقى ممسوحه، الشكل نفسه اختلف. المهم خلينا بقى نروح للمرحله بقى اللي بعد كده. بعد كده بقى مصر حلوت قوي 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 بقى. الراجل بقى ايه، دخلنا بقى المرحله اللي انتوا بتتكلموا عليها، اللي هي بتاعت الراجل الحلو بشعر بقى مسبقين. يعني المرحله قبل كده كان هو شعر وحش لانه ما لهوش حل. دخلنا بقى المرحله ام شعر حلو. وبصوا يعني رشدي اباظه، يعني نقول الراجل حلو ورشدي اباظه ومات الكلام بعد كده. لو ما فيش كلام وما فيش شرح يتشرح، لان هو شارح نفسه. يعني انت تقولي رشدي اباظه خلاص معروف ان ده الراجل الحلو، وكان يعني فتى احلام كل بنات مصر تقريبا. الفتره دي فتره زاخره جدا، لان ظهر فيها نجوم جمال قوي رياضيين، وبيعرفوا كمان يمثلوا، وعندهم كاريزما التمثيل، وشيك قوي، وبيتكلموا عده لغات. يعني الفتره الذهبيه للسينما. وبرده عايزه اقول لكم ان كانت برده متوازيه مع السينما العالميه بره، ان كانت برده بره كانت دي الفتره الذهبيه للسينما العالميه. ظهر بقى رشدي اباظه، احمد مظهر، عمر الشريف، طبعا كمال الشناوي كان مكمل معاهم برده رغم ان ظهر قبلهم. احمد رمزي، يعني احمد رمزي، مين تاني؟ يوسف فخر الدين. انور وجدي كان قبل. انور وجدي كان قبل. مين تاني؟ شكري سرحان. صح، يعني رغم انه بادئ قبل بس نضج جدا في الفتره دي. ودي فتره فعلا ذهبيه لظهور النجوم الرجاله والستات. كمال الشناوي. صح، كمال الشناوي بقول لك بادئ قبل كان بس كمل معاهم. يعني عصر ذهبي للنجوم الرجال، وكلهم فعلا كان شعرهم ناعم. يعني كل اللي انت قلتيهم كان شعرهم. طب تفتكروا ليه بقى؟ كان ساعتها البلد تحس انها كانت بخيرها. لا، الاختيار للي يظهر على الشاشه مش اي حد، الذوق مش اي شيء. هم بيختاروا موجود عالميا. بقول لك تروحي شوفي السينما العالميه وتشوفي الممثلين في الفتره دي، وتبصي الرجاله بتوعنا تلاقيهم بالظبط. ما كانش اي حد يطلع، لا كان لازم يكون ليه مواصفات خاصه. عدينا بقى كده، نطينا 20 سنه، دخلنا بقى على الفترة اللي ظهر فيها محمود ياسين. ده الجيل بتاع محمود ياسين، نور الشريف، برضو حسين فهمي. ده الجيل اللي ما بيحلقش بقى شعره. حظه انه ظهر وتألق فترة السبعينات. فترة السبعينات دي ليها موضة خاصة جدا، ان الفترة دي كلها الوان والسوالف ورجالة طبعا، البيتلز بقى والمش عارفة ايه، السوالف الكبيرة، الشعر الكنيس شطة وحسن شحاتة، والخطيب عملها الشعر الكبير. والخطيب كانت موضة. كانوا بيجيبوا المشت اللي هو باربع سنون الحديد ده، كل واحد راجل تلاقيه في جيبه يطلعه كده. وخرجنا من موضه السبعينات للرجاله، دخلنا في موضه الثمانينات، ودي نقله بقى جامده جدا، بس كلنا نقدر نتكلم عليها لانها قريبه مننا قوي. شفناها في المجلات، شفناها في السينما، شفناها في الصور بتاعت عائلاتنا، يعني مش فتره بعيده.
لازم نقرخها عشان نشوفها. كلنا في بيوتنا فيه صور لشكلنا في الثمانينات، وانتقل جيل السينما بقى لجيل جديد خالص، والغنى ناس جديده، حتى المخرجين، حتى شكل السينما نفسه اتغير في جيل الثمانينات. وظهر بقى مطربين كمان جداد في الوقت ده، زي كان وقتها عمرو دياب ومحمد فؤاد، كانوا دول الايقونتين بالظبط اللي الشباب ماشي وراه، وخصوصا بالاخص برضو شويه كان عمرو دياب، علشان هو كان شكله حلو قوي وامور ومهتم بنفسه، فكان كل ما يعمل حاجه البلد كلها تمشي وراه، والرجاله كلها تعمل زيه في نفس الحاجه اللي هو عملها دي. جينا بقى لاواخر التسعينات والالفينات بقى لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي، اختلف تماما بقى شكل الراجل، بقى لازم يبقى سليم، معظمهم بيروحوا الجيم، بطن مفيش، عضلات باي تراي، الشكل كده بدأ يتحدد ويختلف. حتى النجوم اللي بيطلعوا على التلفزيون دلوقتي او السينما، نجوم الاكشن كلهم بيهتموا جدا بشكلهم وبالفتنس بتاعهم، لان هي دي الموضة العالمية دلوقتي. حتى المطربين كمان بقوا يهتموا بمظهرهم. بس عايزه اقول نقطه مهمه قوي قوي بقى في الحته دي. احنا بنتكلم عن الست زمان والست دلوقتي، وبنتكلم عن الراجل زمان والراجل دلوقتي. عايزه اقول حاجه مهمه قوي، الراجل زمان ايا كان شكله، لو كان ينزل يروح لغايه اول الشارع عشان يشتري حاجه من البقال، كان بيلبس القميص والبنطلون والجزمه ويسرح شعره، حتى لو موضه غريبه، بس كان بيبقى شكله ديسنت. النهارده الراجل ماله هدومه، بينزل يقابل اصحابه او بيخرج خروجه لابس الشبشب، فبغض والشورت والتيشيرت المبهوقه. فبغض النظر عن اختلاف شكل الموضه عالميا وفي بلدنا، واختلاف شكل الراجل، الشياكه العامه عند الراجل زي ما هي عند الست تدهورت تدهور شديد جدا جدا. طب معلش اسالك سؤال، هو انت لما بتيجي مثلا نازله تجيبي حاجه من على اول الشارع، بتلبسي فستان وتروحي عامله شعرك موجة البحر وتروحي حاطه روج وشايله شنطتك ونازله؟ لا بس ما بنزلش قبل اصحابي، يعني ما ينفعش الراجل ينزل. بتنزلي. في موضات كده من الشباشب طلعت اللي هي مقفوله من قدام ومفتوحه لورا. ماشي، ما احنا بندور على اللي بيريحنا. لا احنا بندور على اللي بيريحنا. ما تلبسي جزمه تريحك. اقول لك يا، مش هتنزلي بقميص النوم؟ لا مش هنزل كده. ليه ما بينزلوش بشبشب بصباعه؟ بينزلوا بشبشب، مش عارفه اقول لك، يروحوا يقابلوا اصحابهم ويقعدوا في اماكن عامه. ماشي. وده بقى الشكل العام دلوقتي، هو ده حاجه صح؟ لا مش بقول ان هي حاجه صح، بس بقول ان هم بيعملوا اللي يريحهم. وبس بقول لك ان انت كمان اكيد بتعملي نفس الموضوع، وانا كمان اكيد بعمل نفس الموضوع. لا انا معلش، ان احنا مش بتلبسي زي ما البس جزمه مريحاني، البس بنطلون مريحني، البس تيشيرت مريحاني، بس مش هروح اقابل ناس واقعد في مجتمع عام لابس شبشب. يعني الشياكه العامه انحدرت، عشان كانوا احنا بنتهاجم، كنا في البرنامج ان احنا بنهاجم الستات وشكل الستات النهارده. على فكره احنا مش بنهاجم شكل الستات ولا لبس الستات النهارده، احنا بنهاجم قيمه كبيره اللي هي قيمه انك تبقى بريزنتبل، شكلك لطيف وحلو حتى وانت نازل تعمل مشوار صغير. ان الشارع يبقى شكله حلو، ان انت عينيك ما تتاذاش من منظر عدم الاناقه والبهدله المحيطه بينا، ان لما حد غريب يجي يزورك في بلدك ما يمشيش يقول ايه ده ايه ده ايه ده، هو ايه اللي جرى لهم في الشارع؟ ما مالهم كلهم كده وحشين؟ على اساس ان الاجانب يعني هم اللي ماشيين بقى لابسين الجزم، وهم برضو بيمشوا بشباشب. على فكره شباشبهم حلو، كل حاجه بيعملوها الاجانب صح، شباشبهم حلو وشورتاتهم حلوه. ده دلوقتي احنا لا الاشكال صعبه. لا كنا لسه بنتكلم من كام حلقه على البراند وعلى كل حاجه، وعلى ان خلاص موضه البراندات دي بهدلت الدنيا، وبيبقوا ماشيين لابسين شباشب براند وخلاص، هو مش فارق معايا. لا وانت مين قال لك ان انا ان عايزاك تروحي تشتري براند عشان خاطر تنزلي تشتري علبه كبريتنا على الكشك اللي على نص الشارع؟ احنا عايزينك تبقي لابسه كويس، بلاش القباحه. ده حتى دلوقتي الهدوم اللي بيشتروها يخرجوا بيها شكلها غريب، الوقت تلاقيه لابس البنطلون الجينز المحزق الملزق، ده اللي انا كنت عايزه اقول. انتقلنا بقى للتسعينات، بنطلون الاستريتش. انت بتلبس استريتش ليه يا حبيبي؟ مش عارفه بس وبيلبسوا ازاي؟ بتلبس استريتش ليه يا حبيبي؟ الاستريتش عملوه للبنات عشان يعني يبقى ضيق شويه فتبقى جميله شويه. مش انت لابس استريتش ليه؟